تبدأ السبت جولة الإعادة للانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، وذلك بعد أن احتدمت المنافسة في الجولة الأولى بين المترشحين الذين وصل عددهم إلى 293 مترشحا نيابيا تنافسوا على 40 مقعدا للمجلس، إلا أن الجولة الأولى لم تحسم منها سوى 9 دوائر انتخابية. هذا وحققت الانتخابات النيابية والبلدية البحرينية في جولتها الأولى مشاركة كبيرة بلغت نسبة 67%، حيث أقبل المواطنون البحرينيون على مراكز الاقتراع في كل محافظات المملكة وإلى آخر دقيقة قبل إقفال صناديق الاقتراع، محققين نجاحا فاق كل التوقعات.